وإذا قلنا الدعوة السلفية فنعني الإسلام، نعني الإسلام. التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فأنت عبد على كل حال، إما أن تكون عبدا لله مخلصا إنه من عبادنا المخلصين، وإما أن تكون عبدا للشيطان وأتباعه وجنوده والشهوات، أنت عبد على كل حال. فانظر من أنت عبد له، انظر من أنت عبد له. يقولون الناس الحرية، ما في حرية الآن، في بهيمية، غاية العبودية والذل، ما في حرية. الحرية في عبادة الله جل وعلا، هذه الحرية. الحرية في التزام الشرع والتزام الحلال والحرام وتجنب الحرام، هذه الحرية. هذا يعتقك من حرية الشهوات ومن حرية الشيطان، من عبودية الشيطان، عبودية الهوى، هذا اللي يجعلك حرا. وإلا أنت عبد مهما كنت، الله خلقك عبدا، الله خلقك عبدا، ما خلقك إلها ولا ربا، خلقك عبدا، شئت أم أبيت. فانظر إلى من تكون عبدا له. نعم. فهو متعبد لغير الله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد، أنت عبد، آتي الرحمن عبدا، إما عبد صالح وإما عبد كافر. الكافر عبد لله لكنه عصى الله عز وجل، له عبد لله. عبودية على قسمين: عبودية عامة، هذه لا يخرج عنها أحد، عبودية خاصة، وعبودية المؤمنين لله عز وجل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إنه من عباده، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فأنت عبد على كل حال، لكن انظر في أي ركاب تسير، في عبودية الله أو في عبودية غيره. وأما قولهم الحرية، الحرية ما في حرية، ما في حرية إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، هي اللي تحررك. طاعة الله ورسوله تحررك من العبودية لغير الله عز وجل. نعم.